ويا هلا، لو عاوزة بداية تعليم الكروشيه التونسي وعاوزة ابتدي افهم يعني ايه كروشيه تونسي من الصفر، اول حاجة اتعلمي الغرزة العدلة اللي انت شايفاها دلوقتي قدامك دي. دي الماما بتاع الكروشيه التونسي، فعليا هي غرزة اساسية قوي، بنقدر نعمل منها غرز تانية زي غرزة الباسكت، بنقدر ندخلها في غرز تانية زي غرز زيت الشبكة، بنقدر نعمل منها لوحدها كده كغرزة، حاجات كتيرة جدا. فعليا اي مشروع بتشوفوه على القناة عندي موجود منه التوتوريال بتاع الغرزة بتاعته، فانت مش مضطرة خالص تروحي على البدايات، ولكن هي اهم حاجة في البدايات هي الغرزة العدلة. ولو مش حابة ده كله انتظريني في تدريب جديد هيكون على نهاية السنة ان شاء الله هرفعه. التدريب هيعلمك ايه ادوات الكروشيه التونسي بالتفصيل، ايه اللي تستخدميه منها وايه المراحل بتاعته كاملة في الأدوات، وفي الوقت نفسه كمان الغرز الأساسية، وهناخد غرزة وهنبتدي نعمل بالغرزة دي قطعة ملابس تحفة، وكمان في كادو للتدريب، طبعا تدريب أونلاين. وبس، لو لسه أول مرة تشرفونا، أنا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، كروشيه عادي، أو حتى التريكو. مع السلامة، باي.